اقل فترة زواج قد ايه واطول فترة قد ايه؟ أطول فترة هي أول زيجة لأنها استمرت حوالي 8 سنوات، وأقل فترة هي الأخيرة لأنها لم تستمر لأكثر من 1.5 سنة تقريبا. ما اعرفش، انت كان نفسك تبقي نجمة سينما، انت كان عمري نفسك تكوني مشهورة، عمري عمري انت بتحبي الشهرة والاضواء. الصخب المحيط فيا ده أنا بعتبره صخب غير محمود وغير مجدي، يعني مش بالعكس بيعطلني. يعني أنا بكتب وبرسم، فعشان يعني في الحالتين بطلع منتج إبداعي. عشان أقدر أعمل ده محتاجة يعني أكون نفسيا مستقرة. أنت عارف حالة القلق ما تخرجش أي إبداع، ممكن الحزن أو الفرح، يعني حتى الحزن ممكن أنا ممكن أعرف أرسم وأنا حزينة، إنما حالة القلق دي مش منتجة، مش حالة منتجة. فأنا طوال الوقت المشاكل اللي بتحصل دي بتخليني في حالة اضطراب. قالت لك تصريح مره انك انت تعرضتي قبل كده ان المجتمع ذكوري، لانك انت عشان تصلي الى اي غايه تتعرضي الى تحرش في المجتمع المصري، وتعرضتي تحرشات من شخصيات ومن شخصيات فنيه ومن رجال اعمال. هل التصريح ده صحيح؟ 70% من المصريات بناء على الإحصائيات انا الرسمية بسالك انت، بيتعرضن للتحرش. بسالك انت. اه كتبت ده، ما اصل طالما كتبت حاجة انا مش بتراجع فيها ولا بنفيها. اه كتبت ده، طبعا تعرضت لتحرشات كثيرة جدا جدا، ومعظم الـ النساء العاملات بيتعرضن للتحرش، والإحصائيات في الموضوع ده غير دقيقة. أنا قلت ده أكتر من مرة لأني عملت ندوات كتير عن التحرش، وشاركت في فعاليات وفي مبادرات كتير عن التحرش. ودايما بقول النقطة دي، إنه النساء اللي بيتم التحرش بيهم أثناء العمل مش بيقولوا، لأنهم بيخافوا يفقدوا مصدر الرزق بتاعهم فمش بيقولوا. أنا يمكن عندي حسابات تانية، لكن حصل، اه حصل كتير. انا باخد حقي وقتي في موضوع التحرش ده، لانه اللي بتواجهه البنت في الشارع اللي لما بيتم التحرش بيها وتصر تاخد حقها وتقتص في اللحظه وتاخد المتحرش وتروح بيه الاسم، الناس بتتلم عليها وتقول لها عيب كده يا بنتي، يا بنتي عيب، انت عايزه فضايح، انت مش عارف ايه. الناس مش بتقف في صف الضحيه. فانا فاكره ان انا عملت حلقه مره مع الزميل العزيز تامر امين من كام سنه عن بنت تم التحرش بيها في الشارع، فقالت لي انا خدت حقي فورا لان الناس ما رضيتش تروح معايا الاسم، قلعت الجزمه واديته بيها. البنت دي بالنسبه لي كانت ملهمه جدا. انا في المواقف المماثله لو اتكلمت هيقول لك ايه اللي وداها عنده، ايه اللي دخلها مكتبه، ايه اللي لبسها كده. فانا باخد حقي وقتي برضو كده على طول بتعملي ايه؟ بضهر ايدي على طول على طول. عملتيها كم مرة؟ كتير كان رد فعل اللي قدامك ايه؟ صدمة.